شهدت دولة قطر تغيراً سريعاً في التركيبة السكانية على مدى العقد الماضي. أدت تلك الزيادة الملحوظة في عدد سكان دولة قطر إلى تأثير كبير على حركة المرور الحالية والطلب على البنية التحتية. ستواصل وزارة المواصلات مراقبة شبكة النقل الحالية وتحديثها وتطويرها لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل الذي سينتج عن التنمية الاقتصادية والحضارية لدولة قطر، كما هو الحال في مدينة لوسيل. من المتوقع أن تصل السعة الاستيعابية لمدينة لوسيل إلى حوالي 450 ألف شخص، مما سيولد طلباً مرتفعاً على الحركة المرورية. من أجل خدمة هذه المدينة بشكل أفضل وتعزيز التنقل وإمكانية الوصول في المنطقة، قامت إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات بتطوير هذا المشروع لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق المحيطة عن طريق طرق سريعة ذات تدفق حر، مما سيؤدي لتقليل الانبعاثات والازدحام وتحسين تجربة مستخدمي الطريق. سيساهم هذا المشروع في نمو اقتصاد دولة قطر وتلبية احتياجات التنقل في البلاد، استعداداً لاستضافة الأحداث الدولية القادمة. تبلغ مساحة دراسة المشروع حوالي 5000 هكتار، وتشمل تصميم 39 كيلومتراً من الطرق و25 تقاطعاً رئيسياً. طريق الطرفة: سيوفر تصميم طريق الطرفة طريقاً سريعاً ذو تدفق مروري حر يبلغ طوله 5 كيلومترات في اتجاهين وثلاثة حارات، يمتد في اتجاه الشرق والغرب، ويربط طريق الشمال وطريق الخور السريع بمدينة لوسيل. علاوة على ذلك، يتم توفير طرق جانبية أيضاً لتوفير وصول آمن إلى المناطق المجاورة مثل مقر إدارة الهجرة والجوازات واستاد الدحيل. وجامعة قطر. تصميم هذا التقاطع متعدد المستويات مع مراعاة جميع المتطلبات الضرورية للمشاة وراكب الدراجات الهوائية. طريق العب: سيكون طريق العب طريقاً سريعاً ذو تدفق مروري حر من أربعة حارات في اتجاهين بطول 3.7 كيلومترات، ويمتد بين الاتجاهين الشرقي والغربي، كما يربط طريق الشمال وطريق الخور السريع بلوسيل مارينا. طريق وادي البنات: سيتم تحويل هذا الطريق إلى بوليفارد أو ممر متسع مشجر على الجانبين ليكون ممراً ملائماً للمشاة، يمتد من الشرق إلى الغرب ويتصل بشارع لوسيل التجاري، وهو جزء مركزي من مدينة لوسيل. وفرت وزارة المواصلات ممرات للمشاة وجسراً للمشاة على طول هذا المحور. وكذلك أماكن وقوف السيارات الخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الخيسة: سيتم تطوير هذا الطريق إلى طريق ذي اتجاهين من ثلاثة حارات يمتد بين الاتجاهين الشرقي والغربي، حيث يربط طريق الشمال بقرية الخيسة.
طريق المريجيل. سيتم تطوير هذا الطريق إلى طريق ثنائي الاتجاه من حارتين يربط طريق جامعة الدول العربية بطريق الخور السريع. طريق جامعة الدول العربية. سيتم تحسين طريق جامعة الدول العربية لتصبح أجزاءً منه طريقاً ذا تدفق مروري حر باتجاهين، وسيحتوي على أجزاء بها 3 و4 حارات تمتد من الاتجاه الشمالي الجنوبي من الطرفة إلى طريق مريجيل. مع نفق ثنائي الاتجاه بطول 2.2 كيلومتر بين طريق الطرفة وطريق العب. طريق العوينية. سيتم تطوير طريق العوينية إلى طريق ذي اتجاهين يتراوح بين 3 إلى 4 حارات يربط طريق الطرفة وجامعة قطر بطريق مريجيل. الطريق A5 سيكون به ممرات انسياب مروري حر من مدينة لوسيل إلى طريق العب. الطريق A1 ستمتد حركة الانسياب المروري الحر من الشمال إلى الجنوب من طريق لوسيل السريع متجاوزاً مدينة لوسيل، ويرتبط بطريق المجد الذي يتقاطع مع طريق الخور السريع.
أخيراً، ستوفر هذه التحسينات تدفقاً مرورياً آمناً وفعالاً لحركة المرور وتعزيز التواصل بين مدينتي الدوحة ولوسيل لمواكبة النمو السريع للسكان.